السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ممكن مداخلة مع الشيخ ياسر؟ من حضرتك؟ عمر عبد الرحمن من العراق. عمر عبد الرحمن من العراق، تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم وتحياتنا لكم. عليكم السلام يا شيخنا الكريم. أرجو من الشيخ أن يكون كريما معنا في هذه الليلة المباركة ويتقبل منا ما أقول، لأن ما أقوله أعتقد هو خير وصواب وهذا ما سيتضح. أولا يا شيخ ياسر، أنا كنت قبل أكثر من سنة من الآن على غير هذا الدين، وبعبارة دقيقة دين النفاق والنصب والعياذ بالله. وبعد متابعتي لبرامج الشيخ الحيدري بدأت تتضح لي الصورة شيئا شيئا لما نحن عليه من توحيد وإيمان واتباع أي نبي. وأخيرا والحمد لله عرفت أن القوم كانوا يريدون منا أن نوحد إلها ينتقل من مكان إلى مكان وله صورة الإنسان والعياذ بالله. هذا من جانب التوحيد. أما في جانب النبوة فقد صوروا لنا نبيا لا يعرف تأبير النخل، أو نبيا لا غيرة له والعياذ بالله، بل إن عمر أكثر من غيرة. وفي حقيقة الأمر إن كل هذه الإشكالات كانت تثير التسائل أحيانا عندي، إلا أنني لم أستطع المحتوى التقصي. وبعد متابعتي لبرامج شيخ كمال أصبح عندي إصرار في معرفة الحقيقة واتخاذ القرار. فبفضل الله ومنه أصبحت على ما أنتم عليه إن شاء الله. وخلال هذا الشهر الكريم بدأت أتابع قناة فدك، وبدأت أستمع وأتدبر فيما تقول، فوجدت الثنائية المحددة للطريق الموصل إلى لب الأشياء هما شيخ كمال وشيخ ياسر الحبيب، لأن كل منهما يأخذ من نفس العين. فبالأمس قبل 6 أيام اتصل أحد الأخوة. ألو. نعم معك. أي، فقبل 3 أيام اتصل أحد الأخوة مع الشيخ ياسر الحبيب المكرم وقال له إن الشهادة الثالثة لا واجب ولا مستحب، قالها الشيخ كمال. فيا شيخ ياسر الحبيب، يا حبيب، فلو تثبت، لأن الشيخ كمال لم يقل هذا القول، بل أنني كنت متابع للحلقة، بل كان جواب الشيخ من باب الاحتجاج لدى الخصوم، ولكن الأفهم بالمقلوب. شيخ الكريم، والله أنا أعلم بما تقول به وأي خط اخترت لنصرة الدين، وأنا على يقين من أنك لو أخطأت في مسألة معينة لقلت أخطأت، لأن لا تأخذك بالله لومة لائم. ثم لو كان هنالك خلاف بينك وبين أي من قومك فأقسم عليك بالزهراء عليه السلام أن لا تظهروه للعوام، فجماعتنا سابقا كانوا متحدين ومجتمعين على باطلهم وظلمهم، أما أنتم فما بينكم هو الحق والصفاء والأصل في الأشياء، إلا أن تكون هنالك مفسدة كبيرة توجب التصدي والفضح للجهلة والجهلة وأصحاب المشاريع المعادية لمحمد المحمدية لهذا الدين. وأخيرا يا شيخ ياسر الحبيب، وأنت فعلا حبيب لأنك نصرت حبيب الله، إنك قد أخطأت في حق الشيخ كمال على ما أعتقد، وعذرا لهذا القول، فأنا منه ومنك ما زلت أمهل طعما أحسه ذا مذاق واحد، لأنه من عين واحدة. وفي الختام السلام، وسددك الله فيما تقوم به، ولعنة الله على نتاج مؤسسة ابن جدعان وبني أمية. وبالمناسبة كنت سابقا أقول لا داعي للعن، وبعد متابعتي لك اتضح أن البراءة واللعن هي مفردة قرآنية، والله تعالى هو خير اللاعنين، فالولاء لا يكتمل إلا باللعن والبراءة، فتلك سنة الأنبياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ياسر. أحسنت أخ عمر عبد الرحمن. الحسن شيخنا، هناك متصل من العراق اسمه عمر عبد الرحمن يقول أنا كنت سني ثم تابعت كمال الحيدري وبعد ذلك تابعت قناة فدك، عنده إشكال يقول حول الأذان فهمته خطأ أن كمال الحيدري ليس بهذه الصورة اللي ما أعرف أنا كيف كان. وشغلة ثانية عنده يقول لماذا هذا المساس بين العلماء الشيعة، فيرجو أن تكون يعني شغلات بينهم وليس على الملأ. يعني هنا الأخ ينكأ الجراح،
إذا استرسل بعد أتكلم يعني هواي أنا متألم منه، فأتكلم كثير، اللي يتحمل يتحمل، ما يتحمل كيف. هذا الرجل مو من المعين الصافي، هذا رجل لصيق، هذا رجل ما يستحي يأخذ من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ميال إلى العرفان المنحرف، تصوف، شلون نقبل به؟ أساس خلافنا مع هذا في الواقع، هذا أساس الخلاف. علي أن يبحث الأخ الكريم يعرف شنو هو هذا الخط المدسوس في الحوزات العلمية الذي يغذيه النظام الإيراني المجرم لتلويث التشيع الطاهر الصافي بهذا الفكر المنحرف، فكر الفلسفة والتصوف والعرفان. هذا رجل ميال إلى ذلك الخط وكان ينافح عنه. الآن ما أدري طرأت عليه تغيرات أم لا، هذا موضوع آخر. كان ينافح عنه ويؤلف دفاعا عنه ويمتدح مثل ابن عربي الزنديق الأكبر، له فيه مدائح. احنا لب المشكلة هذا، لب الصراع بين المدرسة التفكيكية والمدرسة الفلسفية هو هذا. الرجل حقد علينا بسبب أنه قبل سنوات سئلنا عنه من بعض المؤمنين على الموقع، هم موجود، كتبنا أولا في الجواب أنه إحنا متوقفين، إحنا ما نعرف صراحة، أنا ما كنت متابعة جيدا، ما كنت قارئ له كثيرا ولا سامع له، فما أعرف ميوله بالضبط ما هي. بعدين نقلوا لي مقاطع من بعض دروسه، من بعض محاضراته المقررة المطبوعة، وبعض كتبه، فوجدت طامات، وجدت طامات، وتأكدت. طلبت من أحد الإخوة في قم المقدسة من الإخوة المشايخ، طلبت منه كتاب له بعنوان العرفان الشيعي، قلت له بعث لي حتى أطلع عليه. اطلعت عليه، رأيته مليئا بالانحرافات، يقطر انحرافا. فرحنا كتبنا أنه مع هذا الذي نقلتموه لا شك في ضلاله وانحرافه. هذا كان قبل سنوات، اختزنها حقدا علينا وغلا في صدره كمرجل القين. فلما جاءت فرصته لكي ينقض علينا لم يوفرها. متى جاءت الفرصة؟ لما ثارت أمة عائشة علينا قبل سنتين، ثارت أمة عائشة، فشنو راح سوى؟ دخل على الخط. أنا دا أحارب العدو الآن، ظهري مكشوف، إجا من الظهر طعنني في تلك اللحظة بطريقة تنم عن نذالة وخسة، فيها خسة ونذالة. أولاً راح تقول علي، طلع على القناة مالته، قناة إيران يعني هذه القناة، وقال استهزأ، هؤلاء لا تسمعون لهم، لا يمثلون مدرسة أهل البيت، مجرد لفوا على رؤوسهم قطعة بيضاء قطعة سوداء، لغة استهزائية تحقيرية. وبعدين رايح مكرر شنو؟ دا يدافع عن عرض عائشة، أنه لا إحنا مو صحيح وهذا كلام لا نقبله، لا بد من احترام عائشة، مع أنه إحنا ذاك الوقت أصل الضجة ما كان على قضية عرض عائشة، كان صادر كتابنا ذلك الوقت؟ كلا، رأينا موجود معروف على الموقع، إجابة مختصرة موجودة، بس أصل الاحتفال المبارك كان على ماذا أيها الإخوة؟ عائشة في النار. أقمنا ثلاث أدلة اللي الآن هو يتكلم بها، الآن يكرر اللي إحنا دنقوله من سنوات. الشاب الأمرد أنا قبل سبع سنوات متحاكي حوله، قايلة في محاضرات كيف زيف الإسلام، موجودة على الموقع بإمكان أي شخص يشوفه. قضية البارحة الدكتور أبو زهراء اللي كان على الفطور يبلغني أنه دا يحكي عن ابن حبان وابن خزيمة أنه يتوسلون بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أنا قبل سنتين هذا متكلم عنه أو ثلاث سنوات. تكرار دا يصير لأنهم وجدوا هذا السوق الآن اللي يباع فيه، شايف شلون؟ نفس العبارات أصلاً،
ما يستحون على أي حال. القضية هكذا دخل على الخط وقام يسفه ويقل أدبه بطريقة غير علمية أبدا على الإطلاق، وثم يرمي يغمز يعني أنه هؤلاء ما أدري مرتبطين مثلا بجهات يعني جهات خارجية يريدون الإساءة للتشيع، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، لغة تسفيهية استحقارية قاعد يمها فرد واحد مذيع هذاك هم ما يستحي يقول أصلا هؤلاء ما يصلون إلى مستوى، يقصدني يعني ما يصل إلى مستوى أن يكون أصغر طالب عند أصغر طالب عندنا في الحوزة، لازم أنا أروح الآن أتوسل ببعض أصغر طالب أشوف لي هناك بالحوزة حتى شنو، حتى أقول له يا معود دخيل الله خليني تلميذ عندك، ويمكن ما يقبل يمكن ما يقبل. شايف شلون اللي أنا ذاك الوقت اللطيف ذاك الوقت كان أكو بعض من تلامذتي اللي كانوا يدرسون هناك ذاك الوقت، فقلت الآن لازم أنا أروح لذولا حتى أقول معودين قبلوا بي إلى هالدرجة. الحاصل الحمد لله الله أنقذهم طلعوا. المهم فالشاهد هكذا، هذا رجل ما يحترم نفسه. في تلك اللحظة في تلك الأيام كان في الحوزة في جلسات مع بعض الأغايون مع بعض يعني المعممين وبعض العلماء والطلبة يلعنني لو أقول اسم الذي أخبرني بذلك في تلك الفترة كلكم تتعجبون. ما أدري أقول لو ما أقول الشيخ أشير يقول ما أقول ما أقدر مخالفة عزيز علينا، شخصية كلش معروفة كلش معروفة تطل عليكم دائما دائما. هو اتصل علي شهد الله قال اليوم كنا قاعدين وسيد كمال قال أنا أتقرب إلى الله بلعن ياسر الحبيب. زين وإذا يقول هو يسمع كلامي هذا الشخص، شخصية كلش معروفة معروفة حتى إعلاميا الكل يعرفه، لا شيرازي ترى مو من صوبنا زين حتى يعني شو اسمه، أقول له روح بس كلمتي هاي خلي توصلها، أقول له اتق الله روح امسك ذاك قل له خلي ضب لسانه. الآن أنتوا إشكالكم كان علينا قبل سنتين شنو أنه لعانين، شوف أنت تلعننا على شنو تلعننا على عائشة إيش سوينا لك؟ الله أكبر بهل صفاقة تتكلم؟ ما خلوا بينا شيء أيها الأخوة، يعني أنا ملشوم منهم صراحة متألم، ما خلوا بي شيء، طلعوني جاهي وطلعوني ملبس العمام بنفسي وعميل مو هالشكل، مرة عميل الماسونية مرة عميل المخابرات الأمريكية مرة عميل المخابرات البريطانية مرة عميل المخابرات الصهيونية الإسرائيلية مرة عميل للكويت طلع مرة عميل للهندوس. ما يستحون والله ما يستحون، معمم هنا قاعد بلندن ما يستحي يقول إيه ما عليكم هذا ماخذ له تشيك على بياض ماخذ من واحد تاجر هندوسي قايل له أنت لك ما تريد من الأموال بس فرق بين المسلمين هندوسي أم يا ريت موجود إن شوية نسدد بعض الديون. فمشاكل يا أخي مشاكل، ما يحترمون أنفسهم. يا أخي أنت إلك وجهة نظر مو مشكلة امشي بوجهة نظرك، ليش تستخدم الكذب؟ مو عيب؟ ليش يلعننا؟ ليش يلعن؟ ليش يكذب علينا؟ ليش يسفهنا؟ ليش يتكلم بهذا المنطق؟ اعرض ما لديك يلا مو مشكلة خلي يبين مستواك. بعدين هؤلاء الإخوة الذين يقولون أنه أنتوا لا تظهرون على الملأ، خذاك ظهر على الملأ تكلم، خذاك لازم تروح له. واحد من المشايخ في تلك الفترة أيضا أيام عائشة كلمني أيضا بالتليفون، قم هو قال لي أنه إحنا يعني واسطة خير فإحنا نريد نصالح، قلنا ماكو مانع إحنا مو مشكلة بس إحنا خلافنا مبدئي ترى مو قضية شخصية خلاف مبدئي هو، فقال خلاص مو مشكلة. اتصل علي بعد كم يوم قال أنا رحت يمه كلمته بس فتحت معاه الموضوع قال كلمة اللي أنا أستحي يعني أقولها عنك أنت كلام وقح. أنتوا ما تعرفون هؤلاء، المشكلة الناس من خدعين بالظاهر
أمام الكاميرا شيء، والله وراء الكاميرا وفي أوساطهم، إذا تغوصون في أوساطهم ما تشوفون غير الوساخة. يشهد الله علي، أنا اللي عندي ترى اللي أمامكم أقوله، سألوا أي أحد مرتبط بي أو يلازمني أو عند اتصال بي، نفس الكلام اللي أقوله أمام الناس على التلفزيون، نفس اللي أقوله بالجلسات الخاصة، نفس اللي أقوله سألوا أهلي بالبيت، نفس الكلام اللي أقوله بالبيت. ما عندي ذرة اختلاف، لا عندي نفاق ولا مجاملة، ولذلك متورط، لأنه أنا مفتوح على الكل، أقول كل شيء بشكل واضح وصريح، ما عندي أي نوع من أنواع المجاملة والمدارات والنفاق، ما أسوي هذا الشيء. أما هؤلاء غير، ما تعرفوهم، ما تعرفون هؤلاء أخلاقهم الحقيقية شنو. يوم القيامة يبين، يوم القيامة سيبان لكم جميعا. لا تغتروا أنه هذا شوية نصر الدين. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو ظهر، مضمون الحديث، ولو ظهر مهدينا لخرج منه، أي من أمرنا هذا، من هو مقيم اليوم على عبادة الأوثان. غربلة تصير للشيعة، تتصور القضية شنو الآن. أسماريد أشير، واحد من العلماء الأفاضل موجود، هو قال لي قبل أيام أنه باعث له هو شخص واحد وكيل على أساس طارح مرجعية، هذا الآغا طارح لمرجعية الآن وصاير أعلم العلماء، بعث إلى أحد الدول الأوروبية، شايف شلون؟ بعث هذا الوكيل حتى يعني يجمع الناس مقلدين وإلى آخره، فداعي مجموعة الإخوة كانوا موجودين، واحد قام اعترض عليه، قال له أنه ترى هاي محاضرات كمال الحيدري دا تسبب قتل الشيعة، فهذا رد عليه الوكيل مال كمال، يقول له لا، أصلا اللي دا يسبب قتل الشيعة الفقاعات اللي في لندن، الفقاعات. فتصدى لهذا الرجل العالم المؤمن هذا، قال لا ما اسمح لك انه انت تتكلم هذا الكلام، ليش تتكلم هذا الكلام؟ هذا كان بعدين يقول له انه لا، انا يعني ما كنا نقصد الاساءة لاي جهة، ما كان يتوقع انه احد يدافع عنه. ليش؟ لانه هم شايفين احنا شنو، ملطشة، شايف شلون كل واحد بكيفه يجي يضرب بكيفه. يا اخي اتقوا الله، اتقوا الله، ما خليتوا بينا شيء. ليش؟ احنا نقول لهم ما قال رسول الله لقريش، قال رسول الله صلى الله عليه واله لقريش، قال خلوني بيني وبين العرب، خلوا بيني وبين العرب، مضمون الحديث، ان انا هزمتهم كان ذلك نفعا لكم، وان لم اهزمهم هزموني فقد كفيتم امري، خلص اتركوني، لا لي ولا علي، انا ما طلبت منهم شيء، أنا قلت اتركوني، لا تكونوا معي ولا علي، لا تظلموني ليل نهار. حسن نصر الله يطلع يقول عني عميل، يطلعون هم زعاطيط يحركوهم هنا أو هناك، أيضا يروحون يسوون اللي يسوي الاعتصام، اللي يروح يكتب بالإنترنت ما أدري كذا، اللي يروح يسوي كذا، إلى متى هذا الأسلوب؟ بعدين يقولون عنا أنتوا اللي سكتوا، زين مو ليش ما تقومون بهذا الدور؟ هذا الأخ المتصل ليش ما هو يروح يتصل بكمال يقول له ضب لسانك؟ ما يعطوه مجال شيخ، ما يعطوه مجال، ما يعطوه مجال. بعد احنا شنو وظيفتنا؟ بعدين احنا لما نرد على كلام يعني الاخ يقول انه اتصل شخص عليكم ونقل شيء خاطئ عنه، العهده على الناقل، العهده مو علينا، على فرض انه خاطئ، وانا ادري مو خاطئ، انا اعرف راي هؤلاء، انا اخبر براي هؤلاء واعرفهم زين من كل أحد آخر، ترى للعلم مهما دلسوا هو كذاب يكذب. قضية تطاولة على المراجع بمن فيهم السيد السيستاني ثابتة، ثابتة 100%، يكذب ما يستحي، يقول مفبرك علي. الرجال موجود هنا بلندن، إيهاب الفضلي، هو شاب جامعي راح قابله، وترى ما كان هذا الشاب على وئام معنا، بعد الصدمة اللي حصلها اجا فد ايام عندنا، كان ايام الليالي المحمدية، قاعد هناك وكلمنا، قال القضية كيت وكيت وكيت بهالتفصيل، يقول والله كلمة واحدة ما مفبركة عليه، كله مسجل، واصلا اي واحد يقدر يسمع يعرف، يعرف انه الكلام مو مفبرك، ما صاير بقطع ولصق الى اخره، كله كلام متصل واضح مسترسل، احسنتم، كلام واضح.
شايف بعدين أول مرة شاف أكو ضجة ما كان يتوقع راح يطلع بيان ما يستحي يقول أنه هذا من صنيعة الوهابية الذين الخط الأموي راحوا كذبوا عليه. بعدين تبين لا وضجت الحوزة وعرفوا، والله كلهم يعرفون، كل من في الحوزة الآن يعرفون، هم في قوم هم بالنجف سألوهم. بس المشكلة هذه إحنا عندنا نفاق، كلهم يعرفون. كمال قايل هذا الكلام ومسفه السيد السيستاني ومسفه غيره من المراجع على أساس طارح مرجعيته، أنا مرجعية شاملة وعامة في كل الأبعاد، وهذولا ما عندهم شيء، أنا اللي عندي كاريزما، أنا اللي عندي كذا، فتشكل معتد بنفسه. شنو هذا؟ أنت إلى الآن استحي على وجهك، أنت إلى الآن الأطفال ملوت المدارس يعلموك أن الكلاب تعوي، أنت ما تعرف الكلاب تعوي، تقول الكلاب بس تنبح، فضحتنا أمام العالم. الفرق بين الماتن وصاحب الهامش خلط بينهما، أنت شنو دا تسوي؟ اعرف حجمك. إحنا ما عندنا ترى مشكلة شخصية أبداً، إحنا قضيتنا مبدئية، الرجل عليه أن لا يؤصل للانحراف، لا يدعو لخط الفلسفة والعرفان، لا يدعو لاحترام عائشة. أنا هذا ما أسكت عنه، شوفوا هو لعني وسفهني، أنا ما تعرضت، ما ذبيت حيلي عليه، لو أريد أذب حيلي عليه أطلع كل خياسة. ترى بعض جماعته بعض أهله كانوا يحضرون هنا مجلسي، وأقدر أبين كيف سرق منهم أموالا، ما نريد نتكلم بتفاصيل، عرفتوا شلون؟ مو أسلوبنا. ولكن أن يؤصل أمام الناس أن عائشة علينا أن نحفظها ونحترمها والبقية حشائش، ما أسكت له، ما أسكت له. عائشة ما تبقى محترمة في هذه الأمة إلا على رقبتي هاي، أبدا ما أقبل. إحنا ماشيين في ثورة عقائدية ضد رموز الباطل، رموز أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء عائشة. لازم تسقط لنحفظ الإسلام، هذا هو المطلوب. فما أسمح له باسم مدرسة أهل البيت يريد أن يؤول كلام أمير المؤمنين، إن صح أصلا أنه هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام، يريد أن يؤصل أنه عائشة لازم نحفظها وإلها حرمة، يعني إكرام نكرمها ونحترمها، ما أسمح له، ما يمر هذا الكلام، الكلام مرور الكرام أبدا. هذه قضيتنا، قضية مبدئية، عند استعداد يناطح علميا أهلا وسهلا. أما أسلوب اضرب وهرب هذا ما ينفع، ما ينفع، هذا اضرب وهرب، يضرب يفتري يبهت وبعدين يقوم يشرد، ماكو فائدة. تعال اتناظر بالفعل علميا، عندك قدرة علمية رد على كتاب الفاحشة، هنا يبين، هنا يبين. شكرا شيخنا. اتصال أخير من سيد محمد من العراق، طبعا مداخلة أيضا بخصوص كمال حيدري، ولكن يطلب منكم الدعاء شيخنا. قضى الله حوائجه إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أخواني الحضور، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وشكرا شيخنا الفاضل. شكرا أعزائي الحضور هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم.